معنا مشاهدينا الكرام عبر سكايب من الضفة الغربية الصحفي والمحلل السياسي الفلسطيني محمد القيق. مرحبا بك. إذا بعيدا عن إجراءات حلف اليمين وما تخللها من مفارقات، إلى أي مدى ترى تصريحات رئيس الوزراء الجديد محمد شتية مبشرة بعد حديثه عن إعادة التواصل مع حماس وأن غزة يعني حاضرة في برنامج حكومته؟ نعم، مما لا شك فيه أن هذه التصريحات إيجابية ويبنى عليها إن ذهبت باتجاه الترجمة الواقعية. أما إن كانت بروتوكولية وفقط للحاجات الخطابية فهذا سيبقينا في المربع الأول الذي لن تتزحزح فيه العلاقات الفلسطينية الداخلية إلا بقرار إقليمي، إذا ما كانت هذه فقط عبارة عن وعودات خطابية. أما إذا كانت جوهرية وحقيقية فإننا سنشهد في الأيام القادمة نقاط تحول وتطورات جديدة علها تتعدى الحواجز الأولى والحواجز الثانية التي تعقدت في الأشهر الأخيرة. طيب، هل ترى في هذا التوجه حالة يريد عباس فرضها لإحراج المقاومة في غزة، أم هو استشعار للخطر بعد تصريحات رئيس الوزراء الصهيوني الأخيرة بضم أجزاء من الضفة؟ الرئيس محمود عباس يدرك جيدا بأن صفقة القرن ماضية وأن أوساط إقليمية متآمرة في هذه الصفقة، وأيضا أن لا بديل أمام الشعب الفلسطيني إلا المقاومة، وبالتالي السلطة معنية بحالة الوفاق الوطني الداخلي حتى يتسنى أن يكون هناك أقل القليل في الصد والدفاع عن القضية الفلسطينية ومنع صفقة القرن. نتنياهو الآن وبعد هذه الانتخابات وبعد الضوء الأخضر الشعبي له في داخل الكيان، وأيضا الضوء الأخضر له من ترامب، وأيضا الضوء الأخضر له من بعض الأنظمة الاستبدادية في المنطقة، فهو يريد الإسراع والتسريع في قضية ضم الضفة الغربية وأيضا قضية هدر وهدم المشروع الفلسطيني والتحرر وغيرها من الأفكار التي بنيت عليها اتفاقية أوسلو الهزيلة. على كل الأحوال الشارع الفلسطيني، الشعب الفلسطيني لديه خيار وحيد وهو المقاومة، والذي يتمثل الآن في قطاع غزة. المصارحة مع الشعب الفلسطيني من قبل السلطة هو أمر واجب، وأيضا احتضان الشعب الفلسطيني للمقاومة أمر واجب، وبالتالي إذا تخلى الفلسطيني عن بعضه البعض فهذا يعني أنه استفراد لنتنياهو في المنطقة. أعتقد أن كل الأطراف الآن بحاجة إلى بعضها البعض كي تذهب نحو تجاوز مرحلة الخطر في فرض صفقة القرن، وإلا فإن هناك ستكون حالة من التجييش وحالة من التحزب لصالح صفقة القرن وضد صفقة القرن، وأكيد ومن المؤكد أن المقاومة والشعب الفلسطيني ضد صفقة القرن. ما دمنا نتحدث عن صفقة القرن، نستذكر تصريح صاحب عريقات منذ أشهر الذي قال إن 80% من صفقة القرن قد نفذ بالفعل، هل كان استسلاما وهل تغير الموقف الآن؟ تلاعب دكتور صابع عرقات في الكلمات ودغدغة مشاعر الأمريكان والإسرائيليين لا يقدم ولا يؤخر من المخطط الإسرائيلي الذي يقضي بضم الضفة الغربية. اتفاقية أوسلو رغم هزالتها ورغم اللعنة التي حلت بها على الشعب الفلسطيني إلا أن الإسرائيلي لم يعترف بها، بل بقي الفلسطيني يعترف بها ويقيم التنسيق الأمني ويقيم كل الإجراءات والاتفاقيات والإسرائيلي يتجاهلها كلها، ومع ذلك لا زال الإسرائيلي يريد المزيد ويريد الالتهام المزيد ويريد للفلسطيني أن يذبح أخوه الفلسطيني. لذلك هذه الدغدغة للمشاعر الدولية أعتقد أنها باتت مستهلكة وبات من الفكاهة أن نتحدث عن هذه التصريحات. الآن الواقع يقول بأن الإسرائيلي لا يخاف إلا المقاومة، المقاومة التي قصفت تل أبيب قبل عدة أيام هي التي يخافها الاحتلال الإسرائيلي. أما من يريد أن يدغدغ مشاعر العالم ومشاعر الأمريكان ومشاعر الإسرائيليين فبات هذا الكلام مستهلكا، حتى وصل الحد إلى أن يقوم المستوطن باقتحام مدينة كاملة وإلقاء الحجارة على المنازل وترويع الآمنين فيها في الضفة الغربية، لأنه يتقن ويفهم ويدرك جيدا أنه لن يتعرض لأذى
طالما أن اتفاقية أوسلو قائمة من طرف واحد وهو التنسيق الأمني وهو احترامها دون أن يكون للإسرائيلي أي تقديم لهذه الاتفاقية واحترام لها واحترام مناطق السيادة التي أقرتها الاتفاقية بما يسمى مناطق ألف وباء وجيم. غير ذلك كل هذه التصريحات لن تصب في صالح القضية الفلسطينية ولن تستجلب مشاعر وتضامن الدول، لأنه بات واضحا أن الإسرائيلي يمضي بخطته على الساحة الخارجية وأيضا على الساحة المحلية، ولا يكون من الواقع ومن الحقيقي إلا الذهاب لمصالحة والذهاب لوحدة وطنية مبنية على خيار المقاومة لدحر الاحتلال. إذن في الخلاصة، مع هذه الدعوات الصادرة عن أشتية للتواصل مع حماس والتداعيات التي تشهدها القضية بعد نجاح نتنياهو ودعم أمريكا له، ما توقعاتك عن رد فعل المقاومة من تصريحات أشتية؟ أولا، حماس والمقاومة الفلسطينية ليست في المريخ. حماس والمقاومة الفلسطينية حصلت على أغلبية ساحقة في انتخابات، آخر انتخابات نزيهة أجريت في الشارع الفلسطيني عام 2006، من فاز فيها هي المقاومة وحركة حماس بأغلبية ساحقة، لذلك هي جزء كبير من الشارع الفلسطيني وليست جاي من المريخ. لذلك لا أحب استخدام كلمة تواصل رئيس الوزراء مع حماس وكأن حماس عبارة عن بسطة خضرة أو بسطة فواكه. حماس استراتيجية، حماس لغة شعب، حماس لغة جماهير، طلبة جامعات، نقابات، حماس مقاومة تقصف تل أبيب، حماس كينونة شعب كما باقي الفصائل. لذلك لغة التفاهم بين الفصائل لا يجب أن تكون بلغة الاستعلاء ولغة أن هناك فصائل سنتحدث معها إذا بدها تيجي ولا بدهاش تيجي. المعادلة أكبر من ذلك بكثير. إذا ذهب اشتي في معادلة التواصل مع حماس على أساس أن حماس مهمشة، فهو سيقع في نفس الفخ الذي وقع فيه من قبله من رؤساء الوزراء السابقة. لذلك الذهاب باتجاه احترام رأي الشعب الفلسطيني الذي جلب المقاومة في صندوق اقتراع شهد له العالم هو الأولى والأهم كي نصل إلى نتائج حقيقية للمصالحة الفلسطينية وتداول السلطة وبناء المؤسسة والثقة ما بين الفصائل وإنجازها، لأنه لا يوجد أمام الفصائل في وجه المخطط الإسرائيلي إلى الوحدة الوطنية واحترام بعضها البعض وعدم الاستعلاء وعدم الاستفراد وعدم الإقصاء. محمد القيق عبر سكايب الصحفي والمحلل السياسي الفلسطيني، شكرا جزيلا لك.